السلام عليكم، وشعاكم لاباس؟ تمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. رحب كامل المشتركين جدد، نقول لكم مرحبا بكم، نورت القناة مشتركاتي الوفية. طبعا نرحب بكم من جديد ونقول لكم مرحبا بكم، نورتوني. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم بخير. توحشت نحكي معاكم والله. جبت الحامل تاع الكاميرا باش من بقاش هزتها ويدي توجعني. ان شاء الله تكونوا لاباس، توحشتكم، توحشت نحكي معاكم. عندي تقريبا اليوم، شوف اليوم عندي اليوم الثامن ملي درت العملية تاعي، اليوم الثامن. انا كنت مصورت لكم غير اليوم الاول دوزيام، هذا ما كان. بعد وليت ما بقيتش نصور لكم، بقيت مستراحه شويه، غير عندي الفيديوهات القديمه قاعده ندير لها في المونتاج ونهبطها لكم. والله نصور نقول لكم غير نحي ذيك الروح، هذا ما كان. اليوم ان شاء الله راح جايتني صاحبتي، وكره عندنا 9 تاع الصباح جاية تزورني بعد ما خرجت من العملية. عجوزتي هي اللي راح ندير لها الغدا، قالت لي انا اللي ندير لها الغدا، باسكو قالت لي نجي ال11 ولا ال11 12 كذا، قالت لي نجي كنت خلي ندير له الغدا، قالت لي انا اللي ندير لها الغدا. المهم دوك هاي في الكوزينه، نروح نشوفوها واش راح ندير لها، واش راح توجد. نات بكري وراحت قضات وقالت لي نقضي ونجيب وجد. بغيت نقول لكم انا الحمد لله، الحمد لله ريحت احسن من قبل، احسن احسن بكثير الحمد لله. مازلت غير الخياطه هكا شويه توجعني وتلمت، يعني دوك نهار السبت عندي اليوم 8 ايام، السبت والله الحد نروح ان شاء الله باش نحي الخيط هكذا ونتهنى خلاص. بالنسبه للريجيم مازلت انا مدير الريجيم، راني دايره الريجيم، ما ناكلش غير البويون وناكل غير المشوي هذا ما كان، والياغورت هذا ما كان ما ناكل، وعصير طبيعي برك هذا ما ناكل. بصح الحمد لله الواحد، المهم الواحد يريح منها. كيما نقولوا يرتاح، يرتاح على الصح، ماشي بعد ما درت العمليه نروح ناكل ونقول خلاص ومن بعد نطيح نمرض. لا، حابه نرتاح، نرتاح على الصح باش ما نزيدش نمرض. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا حبيباتي، حبيت نقول لكم باللي راني مدايره مسابقه في قناتي وفيها 10 فائزات. جربوا حظكم، ان شاء الله كل وحده تربح والهدايا توصلكم. ماما هي اللي متكفله بيهم وهي اللي راح تبعثهم لكم من ثم. جربوا حظكم ان شاء الله تربحوا كامل، والله بيدي غير نجحتكم كامل وربحتكم كامل. هذو هما حبيباتي بالنسبه للهدايا اللي اخترت لكم. الهديه الاولى راح تكون مناقش، الهديه الثانيه راح تكون تليفون من ماركه سامسونج، الهديه الثالثه راح تكون مليون، والرابعه راح تكون ليسوغ، والهديه الخامسه راح تكون هاد لاباغاي تاع ازاله الشعر ومعها لاباغاي تاع تنظيف الوجه، الهدية السادسة راح تكون مجموعة من ماركة نيفيا، والسابعة راح تكون مجموعة من هذا الماكياج، أما الثامنة راح تربح معنا هذا باغيغ دو دغا، والتاسعة والعاشرة راح تربح معنا مبلغ 500 500. شروط المسابقة سهلة، تروحوا القناة تاعي، تدخلوا الفيديوهات، قوائم التشغيل، المنتدى والقنوات، تلقاو مجموعة من القنوات، ديروا لهم اشتراك وتفعلوا الجرس كما راكم تشوفوا. وما بقاش للسحب البنات، غدوه ان شاء الله راح يكون السحب على اللايف على المباشر. اللي مشتركتش تشترك، ونتمنى لحظ موفق. اهم حاجه تفعلوا الجرس، ومن بعد تولي كل قناه تدخلوا للفيديو الاخير تشوفوا منه زوج دقائق، تخليوا لهم جيم وكومنتير، وما تقولوا لهم جيناكم من طرف زينب، لا، على حسب محتوى الفيديو. وتقدروا تشاركوا من اي بلد، يعني ماشي غير من الجزائر. اذا ما وصلتكش الهديه تاعك توصلك القيمه تاع الهديه تاعك، نبعثوها لك في البنك في اي دوله راكي فيها. وبغيت نقولكم حظ موفق للجميع. هنا راح ادير بالبانه بزله، هنا يا مشكله وهذا الدجاج، الشوربه تاع الدجاج. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا اليوم الكوزينه تاعي ما رانيش انا اللي فيها، اليوم امي هي اللي راح دير لكم روتين في المطبخ. هي اللي راهي توجد لغداكم، تشوفوا جوري راهي باينه هكا راسها برك يبان من تحت، شوفوا تموت على جدتها، يعني تموت عليها، وين تروح لازقه غير فيها، تروح الكوزينه تديها معها، تروح تخرج برا تديها معها، لازم وين تروح تبقى تبكي عليها. دوكا والفت، زدت كي خليت كي خليتهم
كي كنت مريضة يعني، وخليتهم يرقدوا معاها ويلفوها بزاف بزاف بزاف. دوكا عمر رجع ما يرضعش يعني، بصح في الليل، في النهار يرضع عادي المدلو، بصح في الليل ما يرضعش الحمد لله. ينوض هكذا كيما نقولوا، ينوض في الليل بصح تولي غير دير هكا تثبط عليه كيما نقولوا حنا بيد هباك، يولي يعاود يرقد باسكو كان متعبني خلاص. كاين اللي قالوا لي ديري له مثلا بيبغون ورقديه، ندير له يرضع يشبع، بصح هكذاك لازم ينوض، هكا ينوض كل دقيقة ولازم يرضع يعني ما يحبش خلاص. على هذه اللي تعبني معاه. وكم تعرفوا رضعة الليل راهي صعيبة صعيبة، ماشي كيما رضعة النهار، رضعة الليل والله صعيبة. ويعني الواحد كيما نقولوا، كاين انا كيما واحدة من الناس تعبتني بزاف وشينتني خلاص. هنا كيما راكم تشوفوا دارت هي، قالت لي ندير روز، وقالت لي ندير الجلبانة، هما يقول لها بازيلا. هنا قاعدة تقشر في البطاطا، وراكم تشوفوا محمود كان يدير في وحدة الديسير هكذا، هو الاختصاص تاعو هذا. البنات رجعت لكم، جات صاحبتي وقعدت هنا بصح ما طولتش يعني غير شويه كبرت، قالت لي ما يكفينيش الوقت لازمني نروح يعني ما قعدتش تغديت ما بقاتش مقري والله يعني، وجدت الغدا ووجدته بصح ما قعدتش، قالت لي راح عليا الحين هذاك الغدا كيبقى، قلت نعيط لهم هنا في الدار كامل يجيو يتغداو، انا اصلا سلا في خط غير ابويا وامي هذا ما كان يجيو يطلعوا يتغداو، ومحمود ثاني يجي هنا نتغداو كامل مع بعض ونديرو فيها لمة وخلاص، نحسبوها لمة هكذا. كي خرجت من العملية بخير والحمد لله، كي ريحت منها الحمد لله، نشكر نشكركم بزاف على الدعم تاعكم، نشكركم بزاف على كل واحد دعا لي، نشكر كل واحد دعم. يا بويا اهلا، ازيك جايني يا بويا؟ ازيكم، وتفضلوا معنا الاكل، تفضلوا الغدا. تعالوا اتغدوا. اتغدوا يا بويا في برد؟ برد؟ ها ايوه في برد. جاي جاي البحر. ولدك لا ملك يا عم، كل وي ما ينفعش والله، لا هتعب، لا ده انا هتعب يا بويا والله. حلاوة خروجها من البيت. حلو يا بوي حبيب فن اللي عملها. حلو. كلك. 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 ايه عارف. وهنا حبيباتي كما راكم تشوفوا، هنا وريتكم لمتنا كانت عفوية، قاعدة بسيطة بسيطة، كيما قاعدة كيما هذه يعني. وجماعة كيما هكذا يعني، يقول لك الواحد الدنيا وما فيها. كيما راكم تشوفوا، انا راني ماكلتش معاهم باسكو انا عندي دواء كان قبلهم، لازمني نتغدى ولازمني ناكلو. انا كليت غير البويون كما قلت لكم، مازالني مع الريجيم. هنا الدجاج، الدجاج هنا داروا لي انا اللي شواوه لي، بصح ما فيهش لا زيت ما فيه لا زبدة يعني والو. ناكل دوكا غير بلا زيت بلا زبدة، ومبغيتش ناكل لانه باغية كيما نقولو نرتاح، نرتاح على الصح، مانيش باغية نخلط ولا نقول خلاص درت العملية دوكا ناكل ولا خلاص هكذا. ولا انا قلت نبقى في الريجيم دوكا، مثلا كي نروح بعد كي نحي الخيوط يقول لي واش تاكلي، اما بالنسبة للزيوت والعجائن ماشي دوكا خلاص، مانيش دايرتهم في حسابي اني نرجع ناكلهم خلاص، باسكو باغية نريح. بصراحة الواحد كي فات على سبيطارات وفات هكذا يعني شاف، ومانيش باغية اني نعاود نزيد مرض، ولا مانيش باغية نزيد نطيح ولا
والحمد لله يا ربي. بغيت نقولكم ان شاء الله ربي يشفي كل المسلمين اللي عنده مريض، ان شاء الله يا ربي يشفيه وربي يشفينا كاملين. وكانت ماكله بنينه بنينه، يعطيها الصحه ان شاء الله. كيما شفتوها انا قلت لها اعطيني نحكم لك عمر وانتي تغدي يعني براحتك، بس كنا كليت وشبعانه يعني، قلت لها اعطيني انا اللي نحكمه وانتي ياكلي براحتك. وكانت قاعده هايله، وكانت جماعه هايله، والحمد لله يا ربي. احسن شيء العلاقه تبنيوها يعني على المحبه، احسن شيء العلاقه تبنى هكذا باش يبقى بينكم احترام، يبقى ما بيناتكم محبه، يبقى ما بيناتكم موده. هذا هو اللي بغيت نقوله لكم. وابويا ثاني يقول لي غش علي الكاميرا خليني نحكي، شعليني الكاميرا خليني نحكي. يحب يتصور، يحب يحكي، يحب اللي ما عندوش مانع ولا عنده مشكل ولا. حتى من جوري مبقاتش مره تقول له جدي، مره تقول له ابويا، باسكو كيما نقولوا لا تسمعنا هنايا ولا تعرف تفهم. مره تقول له جدي، مره تقول له ابويا، ثاني امي، مره تقولها جده، مره تقولها امي. وكان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون خفيف عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ايوه كويس، شكله طيب وكويس، يلا في الهنا والشفاء.